سبب عدم نزول هالأمطار طبعا سبب أزمة كبيرة للمزارعين. طبعا اللي عنده مي ما عنده مازوت يسقي، واللي ما عنده مي طبعا الرزق تبعه كلياته يبس، خاصة الحناطي. الآن ما اجى مطر والأراضي كلها يعني موسم يعني ملتوي، يعني مو زيادة، يعني إذا جاء مطر يعني خير على الجميع، ما جاء مطر ما يصير موسم، يعني العالم تموت شوي من الجوع، يعني ما في مطر ما في خير، اجى مطر يصير خير إن شاء الله. باران نهاتي تعداكي مزن المابوية جبو خاطر مازوت جي مازوت جي تدي بزحمتي بيدا دبي جنم جنية براستي ملات قش ايش هيدك شيني يعني نائم تاني هي بياما هي مازوت بدن مازوت بدن بي ملاتي أمطار هالسنة لحد الآن ما أجت ولا نقطة مطر على القامشلي وعلى الجزيرة بشكل خاص، يعني إلى تأثير كبير على الفلاح من جميع النواحي ولا سيما الاقتصادية، لأنه هذا بده يؤدي أنه نشغل المولدات والمضخات تبعنا مشان نسقي الزرع، والزرع يعني تعرف يحتاج لمازوت يحتاج لمحروقات من أجل السقاية، وهي تزيد عبء التكلفة على الفلاح زيادة كبيرة جدا. ما